بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. ثم ما بعد، مرة أخرى أعود للحديث أو التحدث على هذا الإرهابي الهارب محمد حاجب. فقد بلغني شريط مؤخرا وفيه من السوء ما فيه، ولغ الرجل في عرض ناس وطعن وشتم، فضلا عن الشطحات التي ألفنا أو ألف الناس أن يستمعوا إليها. أنا يشهد الله أنني لا أستمع عليه إلا لماما إلا عابرا. وقد وجدته في هذا الشريط يعني منحطا إلى حد بعيد، حيث يستهزئ ويسخر من رجل مسن، يسخر من لباسه، من تريكو ديالو، يسخر من لباسه، ويعني يقبح وجهه في يعني. فأي خلق هذا يا حاجب؟ هل هذا من أخلاق الإسلام؟ هل هذا من أخلاق الإسلام أن تعير رجلا بلباسه؟ هب أنه فقير، وهب أنه معدم، وهب أنه بائس، لكن هل من أخلاق الإسلام أن نسخر من الناس من لباسهم أو كذا؟ ممكن أن تناقش أفكارهم، ممكن أن تناقش تصرفاتهم أو مواقفهم، لكن أن تسخر من لباس الرجل وهو طاعن في السن؟ فتذكر قول الله عز وجل من سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فهذه واحدة. النقطة الثانية أنني وجدت أنك تشنع من أمر المراجعات داخل السجون، وهذا أمر فظيع الحقيقة. المغرب كغيره من كثير من الدول فتح بابا للمصالحة مع السجناء ومع من تورط في إرهاب أو في جريمة وكذا، بل حتى مع البوليزاريو، وجعل ذلك العنوان المعروف المشهور: إن الوطن غفور رحيم. والمغرب صاحب مبادرة المصالحة التي فتحها الملك محمد السادس مع الذين في يعني من أجل الخروج من ضيق حالة الجمر والرصاص إلى آخره، فهذا شيء معروف. وأليس المغرب وحيدا في هذا الباب؟ موريتانيا، الجزائر، تونس، ليبيا، سعودية، باكستان وغيرها من الدول كلهم فتحوا بابا للمصالحة وحاوروا السجناء وكذا من أجل الدفع نحو المراجعات والتراجعات عن بعض الأفكار وبعض المواقف الهدامة. فأنت تشنع من أمر هذه المراجعات وتستهين بها، ويعني أنت لا تدري لصغر عقلك أن هناك من حقيقة تورطوا في أعمال ثم بعد ذلك يعني تحت ضغط السجن وكذا راجعوا أنفسهم، كما فعلت أنا شخصيا، راجعنا أنفسنا وراجعنا مواقفنا وتصالحنا مع المؤسسات ومع النظام وخرجنا عند أسرنا وبيوتنا، والآن والحمد لله نمارس الدعوة إلى الله عز وجل ونمارس الوعظ والخطابة والحرية. فهل يعني شرعا هل لابد أن نصر على الخطأ حتى نحرم أنفسنا من الحرية أولا ومن جمع الشمل مع الأسر وكذا؟ أي فكر هذا؟ النقطة الثالثة التي لا أريد أن أنساها، وهي تركيزك على مآسي المغاربة، تركيزك على بعض النقط السوداء أو بعض المآسي أو بعض المظالم هنا وهناك لتخلص إلى نتيجة محددة، هي أن الدولة دولة الظلم ودولة العنف ودولة العنصرية ودولة الفقر، يعني هذه السياسة العدمية. أنا أقول لك ممكن أن أي صحفي أن يركز على نقاط ضعف، مثلا في أمريكا هذا يقتل هذا بسبب العنصرية، وهذا الشرطي يعنف هذا، وهذا يأكل من الزبالة في هذا الشارع، وهذا ينام في مترو الأنفاق وكذا، ويخلص في النهاية يكون مادة إعلامية دسمة مفادها أن الولايات المتحدة الأمريكية تغرق في العنصرية وفي الظلم وفي الفساد وفي الظلم وفي الجور وفي الفقر وفي البؤس إلى آخره. فالفقر موجود في كل أنحاء العالم، والمظالم موجودة في كل أنحاء العالم، وهذه يعني ممكن لأي ملحد أو لأي
غير مسلم ممكن أن يخوض فيه، لكن مسلم يدعي أنه يتقي الله عز وجل ثم يركز على هذه النقائص وعلى هذه المفاسد ليظهر أن المغرب يعني بلد 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 سواد، بلد جهنم، بلد مظلم. والنقطة الأخيرة، أحب أن أسألك، ما هو الثمن الذي تأخذه من ألمانيا مقابل حمايتك؟ ما هو الثمن؟ لأن الدلائل على أنك إرهابي وأنك مطلوب أمنيا في المملكة المغربية أدلة مستفيضة، أدلة مادية وحقيقية، لكن ألمانيا أو السلطات الألمانية ترفض حتى الآن تسليمك إلى القضاء المغربي لوجه الله في سبيل الله. ما أظن أن المخابرات الأمريكية تعرف شيء، ألمانيا عفوا تعرف شيئا اسمه في سبيل الله. إذن ما هو المقابل؟ هذا هو السؤال، ما هو المقابل من أجل حمايتك؟ ماذا تقدم للمخابرات الألمانية من أجل حمايتك؟ وأنت يعني تنفي أنك إرهابي، والسلطات الباكستانية، المخابرات الباكستانية سجنتك بتهمة الإرهاب، في المغرب سجنت بتهمة الإرهاب، أبنت عن تصرفات في سجن سلام للصعود والتمرد وحجز الموظفين والأمر لأتباعك بالانتحار وكذا، هذا كله صور من صور الإرهاب. ثم الآن تمارس أنت نفس اللغة، نفس الخطاب، نفس اللحن في ترويج الفتنة وفي تهييج الناس أو دفع الناس إلى الخروج في الشارع وإلى المظاهرات العارمة وإلى التمرد على النظام وما إلى ذلك. وأنت صدقني، أنت تنفخ في رماد وتصيح في واد ليس إلا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم.